سؤال مهم اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، مين اللي هيدفع فاتورة تلوث هذا الكوكب؟ مين اللي هيدفع الفاتورة بتاعت هذه الانبعاثات؟ ومين اللي هيدفع الفاتورة بتاعت علاج الكوكب؟ خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مصطفى بدرة، خبيرنا الاقتصادي الكبير. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك يا فندم، الحمد لله. يا رب تكون دايما بخير يا رب وعال العال. من يدفع فاتورة الانبعاثات والتلوث اللي حصل في الكوكب؟ ومن يدفع فاتورة علاج وإصلاح وصرف روشتة هذه العلاجات؟ السؤال ده عميق جدا، وحقته من يتحمل دفع فاتورة من هو مسبب تلوث كوكب الأرض. للأسف العالم بيفلت من يديه تصحيح مسار البيئة العالمية، ويوما بعد يوم كلنا بنشوف ان منحدر البيئة العالمية او المناخ العالمي للأسف في تراجع. اليوم بيشهد العالم من مصر اهم رسالة، اهم رؤية، كيفية تكاتف المجتمع الدولي لإلحاق ما يمكن إلحاقه. ليه؟ لأن احنا اللي شايفينه يا فندم النهاردة في دول زي شرق آسيا والهند علامات بارزة ليه ان المناخ للأسف في تحدي كبير جدا في علاجه. زي رد على سؤال حضرتك، ازاي يكون العلاج؟ واحد، ان تتحمل الدول الكبرى التي تقريبا بتنتج اكتر من 70% من الانبعاثات، تتحمل في وجهة نظري 70% من تكلفة أو كلفة علاج المناخ. ولكن للأسف يتهرب الكبار ويقع فيها الصغار. الكبار وعدت قبل كده الدول الكبرى بالأخص أمريكا 100 مليار دولار من أيام الرئيس الأسبق ترامب، ولم توفي بعودة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تأثرنا بجائحة كورونا فازدادت سوءا في عدم الاجتماع وحوالين رؤية كلفة هذا العلاج. ثلاثة، إن لم يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بميثاق رسمي حوالين أن يكون العلاج الأساسي في انخفاض الانبعاثات، سوف يتكلف العالم أكثر من المليارات بل تريليونات لعلاجها. للأسف بتتحملها الدول الفقيرة أولا ثم الدول الغنية بعد كده. وفي وجهة نظري الكلمة الأخيرة، هذه هي الحرب التي بنقضي بها على أنفسنا. هذا أمر في غاية الخطورة. طيب، العالم من الواضح ان هو ساهم بشكل او باخر في قتل هذا الكوكب. دلوقتي احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نعيده للحياة، مش هقول حتى نعيده للحياة يعني، لكن على الاقل نسيب له بضع انفاس قد يستطيع التعايش بها. هل الدول الكبيرة دكتور مصطفى زي ما حضرتك أشرت، يعني الجي 20 دول أو العشرين دولة الصناعية الكبرى على مستوى العالم، بطبيعة الحال هم اللي مسؤولين بدرجة أكبر عن التلوث، هل هم مستعدين لدفع الفاتورة ولا هيبقى حبر على ورق؟ لا، هم أعتقد في أحاديثهم يعني الإعلامية الرنانة للمجتمع الدولي سوف يتحملوا، ولكن في التنفيذ على أرض الواقع لن يدفعوا يعني زي ما بيسموه ولا سنت واحد. ليه؟ لأن احنا شايفين النهاردة مزيد من الانبعاثات. أكبر 20 دولة صناعية هم أكبر المكتسبين للمكاسب المادية في السنوات الماضية، وللأسف 20 دولة الكبار في العالم، وخلينا أقول لحضرتك النهاردة بيكونوا لهم من المكسب في استغلال بعض من انتقال المصانع والشركات للقارة الإفريقية على سبيل المثال، زي مصانع الأسمنت والبتروكيماويات أو بعض من المصانع اللي هي بتكون ذات انبعاثات كبيرة من التلوث للقارة الإفريقية دون تحمل التكلفة الاستثمارية للسنوات القادمة للأجيال الجاية. فهذا التهرب، عارف حضرتك التهرب الضريبي؟ أيوة. هذا التهرب بقى الضميري، عارف الضميري؟ اللي هو الضمير بتاع العالم الذي اختفى منذ أحداث كثيرة من جراء الحروب، سواء بقى الحروب العادية أو الحروب المناخية.
والتخوف اكثر في صراعنا زي ما حضرتك تفضلت كده في الحديث، التخوف من صراعنا اكثر ان احنا نقضي على انفسنا سواء بالحرب. يعني النهارده بتشوف الصواريخ دي البلاستيه واحتمال نخش على النووي والحروب، وايضا الحروب المناخيه. والناس لازم تتعلم يا فندم وتعرف جيدا ان المساق العالمي اللي احنا بنشوفه دلوقتي وللاسف بيزداد سوء، في العشر 15 سنه الجايين سوف تكون الكلفه زي ما قلت لحضرتك باكثر من ذلك، ومش هيكون في تصحيح للمناخ، لان جبال الجليد اللي هي في القطب الشمالي ان تحركت ده على الاقل سوف تكون في ارتفاع في المحيطات والابحار، هتكون تكلفتها كبيره جدا على الدول. والتقارير اللي بتصدر من الامم المتحده اللي هي حقته بتوثق للعالم في احتمالات تخوف لكثير من الدول ان يكون فيها ما بيسمى بالجرف، اللي هو اختفاء بعض من الدول او بعض من المحافظات او بعض من السواحل. فالعالم منتظر ايه؟ هل منتظر ان يختفي جزء من العالم، ام هل يختفي ان يكون الكلفة اكثر عليه فيتحملها؟ هذا بطء الدب الذي لم يرعى مصالح العالم ان لم تكن رسالتنا واضحة. غدا ان شاء الله بقيادة الرئيس السيسي اللي وعد ان تكون رسالة مصر للعالم، اتحدوا للكوكب، اتحدوا لضميركم للمجتمع الدولي لإنقاذه خلال الفترات القادمة. طب دكتور مصطفى، يعني الحسبة اقتصاديا بتقول ايه؟ هل انه العالم ده لو ما ساهمش في هذه الاصلاحات وفي دفع فاتورة الروشتة، ما هو عمليا هيخسر مستهلكين، وبالتالي اللي هو العالم المتقدم اياه العالم الصناعي يخسر مستهلكين، وبالتالي ده هيأثر على ارباحه الرأسمالية بشكل عام. هل للدرجة دي فاتورة اصلاح الكوكب يعني باهظة اكتر مما ينبغي، او باهظة اكتر من انه يحاول الاصلاح فيترك الامر كما هو عليه؟ ما هو بعد شوية هيخسر مستهلكين وهيخسر اسواق وما الى ذلك، وهيخسر حتى اماكن للمواد الخام. يعني حضرتك بتقول لي في مدن قد تزول لا تصبح موجودة. خليني اقول لحضرتك للاسف وهذا يؤلمني، ان يكون مبدأ العالم الكبرى التي تتحدث عن الديمقراطيات وتتحدث عن حريات الإنسان وعن الحياة الخاصة بالآسف للحيوانات، لم تتحدث بضمير حوالين الكلفة الاقتصادية اللي احنا النهاردة بنشوفها. الروشتة اللي حضرتك بتتحدث عنها دي، إن تم توثيق فعلا مشروعات للتحول للبنية للحفاظ على ما تبقى منها لقمة العالم، الـ100 مليار أو 200 مليار، سوف يتحمل العالم أكثر من ذلك. دعوني أقول لحضرتك المبدأ الأساسي لبعض من التجار أو بعض من المستغلين، دائما ما بينظر في صالح نفسه في اليوم، يعني مكسبي اليوم أهم من الغد، لم يعمل للمستقبل. عارف حضرتك هذا المبدأ اللي هو مبدأ الاستغلال، يفضل يستغل في المجتمعات حتى يستنزفها ماديا ثم يخرج منها ويلحق بمجتمع آخر، وهذه للأسف طامة كبرى. إن عشان كده إن إحنا لما بنتكلم، لما بتشوف العالم النهاردة في الحروب بتقضي على دول زي أفغانستان. دولة أمريكا خرجت من أفغانستان، النهاردة ما حدش بيسأل ولا يرعاها. عارف حضرتك كلفة إعادة أفغانستان لما كانت عليه من عشرات السنين كلفتها بالتريليونات، تخيل. أوكرانيا اللي هي الحرب بقالها 8 أشهر بيتحدثوا على إن هي الرقم بتاعها النهاردة من 200 ل 300 مليار دولار. طب ما ده بيشغلني جدا يا دكتور، يعني العالم يقوم بالإنفاق على الحرب بمئات الملايين عادي، يعني العالم مثلا الغربي يساعد أوكرانيا في حربها بمئات الملايين، كل كم شهر يروح حاطين لهم 50 60 70 100 مليون، كل كم شهر يروح حاطين 100 مليون. يلا طيب، ده معناها انه العالم ينفق المليارات على الحروب، بدل ما ينفقها على الحروب طب ما يصلح الكوكب. اسمح لي اقول لحضرتك من يتحكم في العالم، واكيد حضرتك تعلم هذا وتدرس في الاقتصاد، صناع السياسة العالمية هم من يحتكروا صناع السلاح، هو كارتلات السلاح طبعا، فيشتعل الحرب فيكون له من المكاسب الكبرى. والطمة الكبرى إن هي بتيجي على الشعوب، بتيجي على المواطنين والناس.
النهارده زي ما حدثت حضرتك اكثر من مره، الوطن العربي النهارده بيتفكك من جراء التجارب الاسلحه في حوالين من منتجي السلاح، وكل واحد بيجرب فبيجي عندنا في الوطن العربي اكثر من مره. لكن تعالى النهارده بص على انه يكون يستثمر عندنا استثمار يكون امن يرفع من قدره الشعوب دي، لا. ياخد من القاره الافريقيه هذا المستثمر المستعمر المستغل، يستغل القاره الافريقيه بفقرها لاستثمار فيها، لا، لكن يستغل ثرواتها ومواردها الكبيره وياخدها ويخرج بها بره علشان يحيي شعوبه. انظر النهارده اليوم للاتحاد الاوروبي بيئن من الاسف من عدم قدرته على تحمل الغاز لمده 7-8 شهور، ولكن لن يئن على قاره افريقيه عجوز ضعيفه بتئن بقالها عشرات السنين من عدم وجود محطه كهرباء واحده او محطه تحليه مياه واحده. شيء مأساوي الحقيقه، يعني شيء مأساوي، وضع بائس للانسانيه حقيقه. علشان كده مناشدة حضرتك اليوم للعالم من القناة من التلفزيون المصري، نتحد للحفاظ على المجتمع العالمي. نتمنى والله يا دكتور مصطفى ان ده يحصل، بس السؤال هو العالم مستعد يسمع ولا لا؟ يعني اصلا ممكن اكون بسمع كويس بس انا قرر انه ادي ودن من طين ودن من عجين واخد بعضي واروح، يعني هو ده بس. يعني يمكن انا كان عاجبني الاول. اشكرك جدا يا دكتور مصطفى، كل الشكر لخبيرنا الاقتصادي الكبير دكتور مصطفى بدر.